وإن شاء الله نكمل المحطة الثانية فيها أو الجزء الثاني منها. الجيب زي ما قلنا خلاصة أول المحاضرة اللي فاتت إن هي زي ما بيقولوا التاج أو نهاية المطاف، فهو ده المين جول أو المين تارجت بالنسبة لنا مع أي عيان أي كانت مشكلته. في الآخر أنا عاوزه يمشي. العيان ده سباينال كورد إنجري يهمني إنه يمشي أز ماتش أز بوسبل يعني إندبندنت. العيان ده هيمليجيا يعني أي كانت مشكلته نور ماسكول سكيلت أو نورولوجيكال ديس أوردرز عاوزه يمشي. عيان عظام أورثوبيديك عاوزه يمشي. عيان تجمنتري او جلد او شيء على يمشي. يبقى كل التخصصات بتاعت العلاج الطبيعي الهدف من الاخر ان العيان يمشي. طب هيمشي ازاي؟ هيمشي بان يكون زي ما بيقولوا نورمال نيورو ماسكولو سكيلتال سيستم. المكونات بتاعته احنا عارفينها كلها اللي هي عباره عن في مجموعه حاجات بتخدم على الجهاز بتاعنا هو الموفمنت سيستم بتاع اللي بنتعامل معاه. ان البني ادم يتحرك يمشي يقوم يقعد يؤدي وظايف. ولكن زي ما قلنا زمان او قلنا السنه اللي فاتت احنا ليه بندرس فيسيولوجي، ليه بندرس بايوكيمستري، ليه بندرس بطنه، ليه بندرس جاينا، ليه بندرس كل الحاجات دي كلها، ليه بندرس الكلام ده كله؟ بندرس الكلام ده كله عشان النورمال فانكشن بتاع كل الحاجات دي هي توصل لك النورمال فانكشن بتاعت مين؟ الموفمنت سيستم اللي هو النورو ماسكولو سكيلتس. النورو ماسكولو سكيلتس الهدف منه اشاره عصبيه من الجهاز العصبي المركزي ليكو النيرف سيستم ياخدها يوصلها للعضله، العضله تشتغل تديك نورمال كينيتكس. تتحرك مين؟ عظمة، ما بين كل عظمة وعظمة مص جوينتس، الجوينتس ده بيغطي مين؟ كارتريج، هو منه مين؟ في ليجمنت ماسكات، في تندوز بتوصل العضلة، المشاكل بقى بتاعت التندوز بتاعت الليجمنت بتاعت الكارتريج بتاعت الفيرسز بتاعت كل الكلام ده كله بتاعت الجول دي كلها ماسكول سكيلتال. أي مشاكل موجودة في الجهاز النيورال سيستم سنترال نيرف سيستم أو بريفرال نيرف سيستم عبارة عن إيه؟ نيورولوجيكال ديس أوردرز. ده جهازين اساسيين بنشتغل عليهم. ولكن العضله هتشتغل لوحدها بدون نيرف بدون بلاد سبلاي بدون اكسجين سبلاي؟ لا، لازم لو قلنا العضله عشان تشتغل لازم كيميكال او الكتريكال. كيميكال ميكانيكال. الكيميكال هو الميتابوليزم والاندوكراين سيستم وازاي يظبط الريشيوز بتاعت كل حاجه مع بعضها. فلازم تبقى فاهمين الكلام ده كله عشان في الاخر اوصل بعد كل اللي بعمله ده كله هو فاهم ده كله عشان في الاخر العيان بتاعي يقف ايه؟ ويمشي. وقلنا المره اللي فاتت ان الجيب هي عباره عن مجموعه روتاتي موشنز اللي هي الجوينتس او موشنز بسيطه جدا او سكريماتيك موشنز اللي بتحدث في الجوينتس بتاعت السباين بتاعت اللور ليمب هيب ني انت فوت روتاتي موشنز. وبتترجم في الاخر عليها اثنين ترانسلاتي موشن. قلنا كان في مجموعه حاجات من الوسط نعرفها في الاول. الجيب بتقسم الى سبونس فيز او سوين فيز. في كل الاوقات في اي لحظه طالما انت ماشي في رجل على الارض، طالما انت ماشي في رجل على الارض سواء بقى اليمين او الشمال رجل كامله يعني مقدار قدم كامل على الارض، يا اما القدم كامله بتاعت اليمين يا اما كعب اليمين وصوابع الشمال يا اما صوابع الشمال وكعب اليمين يا اما قدم الشمال كامله، يبقى تكون كامله على الارض في اي وقت من مراحل الجيم انت عندك رجل كامله على الارض. رجل كامله على الارض ده اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. الكلام على الارض في عندي جيت اسم ستانس وسوينج. ستانس فيز بتساوي 60% من الجيت، السوينج فيز بتساوي 40% من الجيت. السوينج فيز بتقسم من حاجتين سنجل ليم سبورت والسنجل ليم سبورت والدبل ليم سبورت. الدبل سنجل ليم سبورت يا اما رجل كامله اليمين دي على الارض انا هخليها كده يا اما الرجل كامله اليمين دي على الارض معايا حضراتكم ده واحد يا اما صوابع التوز بتاعت اليمين وكعب الشمال يا اما الرجل الشمال كامله على الارض يا اما ارجع تاني صوابع كعب اليمين وصوابع مين؟ الشمال. دي نقط دي حاجات معينه لازم نعرفها. يعني في دبل ليم سبورت دي ستيج او فيز تمثل 10% 10 كعب اليمين و10 كعب الشمال وبعدين صوابع اليمين وصوابع الشمال تعكس الاثنين يبقى دي 10% تاني. الرجل اليمين كامله على الارض 40% في الوقت اللي الرجل اليمين فيه على الارض بيكون الرجل الشمال فين؟ سوينج فيز. وفي الوقت اللي فيه الرجل الشمال على الارض بتكون الرجل اليمين بتعمل ايه؟ ستانس فيز سوينج فيز. ده عكس ده. الكلام ده اتكلمنا عنه المره اللي فاتت وشرحناه باستفاضه عشان نوصل في الاخر ان الجيب حاجه هي التارجت الاخر هي التارجت النهائي ان انا امشي التارجت النهائي من اي برنامج علاج طبيعي
سواء كانت المشكله كانت العيان عظام توتال هيب ريبليسمنت غير مفصل حوض غير مفصل ركبه عامل عنده كسر في الفخ عنده كسر في التيبيا كسر في الفيمر ايا كانت مشكلته هو في الاخر النجاح النهائي انه العيان يرجع يمشي تاني مشي صح وطبيعي وبعد كده بيمشي يبني قلنا يقعد يمشي وبعدين قسمنا الكلام ده كله وعملنا التفاصيل دي كلها على مدار مين؟ على مدار السنتين اللي فاتوا. طبقنا قوانين الجليد كلها الانيرشيا او ضغط الوضع قانون التسارع قانون جود اكشن رياكشن ثلاثه نيوتن زو بتطبقوا على الجليد. جه وقتهم ان احنا نطبقهم دلوقتي يعني ضغط الوضع ضغط الوضع احنا قلنا ساكن ومتحرك طول ما الجسم ساكن مش هيفضل ساكن او متحرك يفضل متحرك الساكن ده الموبايل ده محطوط خدوله محطوط طالما مفيش قوه اكبر منه خليته ونقلته وده اسمه سات ايكوليبريم او السكون العادي لو عربيه ماشيه بسرعه مثلا 6 كيلو في الثانيه في الدقيقه خلاص ده انا ماشي في ده اسمه دايناميك ايكوليبريم يعني انا ماشي بنفس السرعه دي خلاص يبقى انا ده اسمه دايناميك ايكوليبريم طب انا بمشي وابطأ وسرع مفيش علاقه مين في الاكسلريشن ده هيتطلب ان يكون في تغير على مستوى مين ده هيتطلب ان يحصل تغير على مستوى محصلات القوة اللي بتاثر على الماس دي او الكتله دي وبالتبعيه هياثر على محصلات القوة اللي بتبقى موجوده كنا خدنا كلنا اي جسم ليه مركز ثقل او سي او ام مركز الثقل اللي هو نقطه اتزانه النقطه اللي منه اقدر اشيله يبقى متزن في كل الدايركشن يعني انا النهارده لو اشيل موبايل ده كده شلته كده هيبقى يطلع من ناحيه ويقع من الناحيه الثانيه طب انا لو شلته من النص بالظبط او في نقطه هنا معينه انا شلته منها هيبقى متزن حواليها في كل الاتجاهات دي النقطه اللي بشيله منها دي اسمها مين؟ السي او ام او مركز الثقل بتاعه او السي او جي السي او ام او السي او جي دايما عوامل الاتزان بتاعتك او ان انت تبقى واعد متزن ان يكون ده نازل في مركز الثبات بتاعك يعني انا واقف انا قاعد مثلا كده اكثر اتزانا ولا انا قاعد؟ وانا قاعد اكثر اتزانا طب وانا واقف على رجال اثنين اكثر اتزانا ولا واقف على رجل واحده؟ واقف على رجال اثنين اكثر اتزانا طب ليه واقف على رجال اثنين اكثر اتزانا؟ واقف على رجال اثنين لان انا عندي بيدو سبورت ده المسافه ما بين نقطتين التحويل بتوعي في نصها ده مركز الثقل بتاعي بيدو سبورت او مركز الثبات بتاعي كل ما كان السيو ام بتاعي مركز الثقل بتاعي نازل في ممتاز في كل الاوقات يسعى ان يكون فين؟ في مركز في الثقل الاثنين مرتبطين مع بعض يعني منتصف البيدو سبورت والسيو ومركز الثقل السيو ام بتاعك في نفس النقطه عشان تبقى اكثر ثبات وكلما قمت اكثر ثبات هتبقى ستاتيك او دايناميك اكليبريم يعني نقطتين متطابقين مع بعض هيبقى ده كده انت ايه؟ انت اكثر ثبات وده اللي الناس عامل يعني هو في بني ادم بيمشي يتقنع يمين وشمال ولا بيمشي دايما متزن ده الافضل يعني جسم انا ماشي دلوقتي عمال بطلع فوق وانزل تحت بروح يمين وارجع شمال هل ده طبيعي ولا المشي ان هي تكون كل ما كنت انا ماشي دلوقتي بالشكل اللي هو المتزن اللي احنا بنمشي بيه العادي ده اللي هيكون الافضل ده اللي هيعكس نورمال ارثرو اندوستو كينيماتكس اند نور ماسلو سيتا سيستم يعني احنا النهارده لو بنشوف عيانه التاكسي او باركنسونيا ليه ماشيه معينه؟ عيان هيمريجي اللي هي ماشيه واضحه بالنسبه لنا ليه ماشيه معينه؟ عيان عنده سباستيستي في رجلين اثنين يعني النهارده ده حصل اصابه في حاجه الشوكي او سباينال كورد انجري على مستوى السرفايكل او الدورسال هتلاقي المشيه بتاعته بشكل معين اسمها سيزرين جيل هتلاقي السباستيستي هتاخد تجيب يمين وتجيب شمال دي كلها هتتطلب ان العيان ده طالما في ابنورماليتي شكل الخطوه مش هيبقى طبيعي يعني معامل اتزانك تلاقي الخطوه مش متزنه يعني السو ام بتاعك تخرج ويدخل جوه مين؟ البيدو سبورت وده هيتطلب طالما هو بيحدث ده انه يخرج ويدخل يدخل ويخرج ويخرج ويدخل او يطلع وينزل ده يتطلب معاه لو واحد النهارده مثلا ركبته ما بتفرقش في الاخر يعني الطبيعي قلنا الاول نيد زيرو اكستنشن يعني واحد ركبته مفروض الاخر ما بتتنيش هيجي يمشي يعمل ايه؟ ياخد الخطوه جدا او ياخد الخط ياخدها بالحوض لان الركبه المفروض لما الركبه بتتني بتقصر الرجل ده هيتطلب انه يبذل طاقه اكتر هيتطلب شكل الخطوه بتاعته هيبقى ان الجسم بتاعك السو ام بتاعك عمال طالع نازل انت ماشي زي الموج ماشي زي مين؟ زي الموج الموجه دي هتلاقيها ايه؟ تطلع وتنزل بزياده
لكن لو ماشيه بنفس السيكونس بتاعتها ده بيعكس النورمال جيت. طب ده هيتطلب ان الجيت يكون لها ريكويرمنت معينه اسمها 6 جيت ديترمنت. 6 جيت ديترمنت حاجات معينه بتبقى موجوده في الجيت بتخلي المشي طبيعيه، ودي بتبقى حاجات على مستوى البلفس، على مستوى الني، على مستوى الانكي والفوت، ودي هنتكلم عنها المره اللي فاتت وهنعيدها تاني. يبقى عشان امشي طبيعي لازم السي او ام بتاعي دايما 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 موجود فين؟ موجود قريب او وهو والسي او جي، السي او جي بتاعي والسي او مرتبطين في نفس النقطه، يبقى انا كده في حاله التزام. طول ما السي او ام بتاعك نازل في البيزو سبورت بتاعك انت متزن. لو انا هجيب واحد واقف دلوقتي وحبيت ازقه، يعني ايه بزقه؟ يعني بخرج السي او ام بتاعه خارج البيزو سبورت، يبقى انا بعمل كده سيرفس البالانس. يبقى انا النهارده لما اكون انا ماشي واقف على رجال اثنين دلوقتي، واقف على رجال اثنين انا متزن لان السي او ام بتاعي خلاص. طب انا النهارده كده اقف رفعت رجلي وسعت لوحدي، انا بعمل ايه؟ بحاول لما انا وقفت الويت بتاعي بدا يشفت الناحيات، لما بدا يشفت معناها ان السي او ام بتاعي مركز الثقل بتاعي بدا يخرج بره البيلو سبورت. طب هنا ايه الفرق او يقرب من البيلو سبورت بتاعي؟ البيلو سبورت بتاعي بالنسبه لي دلوقتي هو مين؟ الرجل واحد، بدا يقرب منه، يبقى ده واقف على نار بيلو سبورت. نار بيلو سبورت يعني ايه؟ زي ما كنا بنقول زمان لما جينا حطينا الازازه على القاعده بتاعتها كانت ثابته، لما حطيناها على راسها ايوه ما اقصى ثباتا، كل ما كانت القاعده كبيره كل ما كان البيلو سبورت اعلى، كل ما كان الثبات كل البيلو سبورت كان اعلى، كل ما كان الثبات اعلى. وده اللي بيحصل في الجيت، فالعيان او العيان نفسه هيبقى اكثر ثباتا امتى؟ اكثر ثباتا في الدبل ليف سبورت، اقل ثباتا في السنجل ليف سبورت. سنجل ليف سبورت دي يعني سانس فيز او سوين فيز شمال والعكس صحيح، والدبل ليف سبورت هي هنا ولكن هي نفسها. فاحنا في نفس السيناريو بنعكس مرتين، بنعكس مرتين الانعكاس بتاعه الاولى او الانعكاسه الاولى من اول الكعب ده لحد الكعب ده اسمها سترايك لينس، من اول الكعب ده لحد نفس الكعب الثاني لما ينزل الارض اسمها سترايك ستيب لينس، الثانيه اسمها سترايك لينس. يبقى ستيب لينس كعب اليمين لكعب الشمال، سترايك لينس اثنين ستيب لينس. الستيب لينس قلناها 72 سم، سترايك ستيب لينس 72، سترايك لينس 144، وفي البيلو سبورت او المسافه ما بين ايه الرجلين الاثنين مع بعض 8 ل 10 سم. كل ما كانت نارو كل ما كانت السرعه اكبر، والدليل على ده كل ما كانت ضيقه زي ايه بالظبط؟ انت القوه اللي محتاجها عشان يتحرك حاجه كرسي مثلا اكبر، ولا القوه اللي تحرك بها ترابيزه اكبر؟ القوه اللي تحرك بها ترابيزه، كل ما المساحه كبرت لو ترابيزه صغيره حجمها صغير على الارض هتبقى اكثر ثباتا، ولا حجمها على رجل وعلى اقوى، ولا يعني ترابيزه على ثلاث كراسي ثباتها اكتر ولا على اربع رجول اكتر؟ الاربع رجول اكثر ثباتا. يبقى كل ما البيلو سبورت كبر كل ما الثبات زاد، كل ما الثبات زاد كل ما القوه اللي انت محتاجها عشان تتحرك هتبقى ايه؟ اكبر. دي معناها ايه؟ قوه اكبر يبقى انرجي كونسومشن او انرجي كوست اعلى. اديني بقى المفاتيح كلها خدها معاك، المفاتيح تاني الشنطه بعد اذنك. مبادئ افهموا مبادئ، افهموا مبادئ، افهموا مبادئ. معنى الجسم الثابت قوي عشان يتحركوا محتاج قوه ايه؟ كبيره قوي. طب لما يكون حاجه اقل ثباتا هتبقى ايه؟ فرصه ان انا اعمل ديستربنس البالانس بتاعها او انشيت الحركه بتاعتها هتبقى اقل. دي معناها ايه؟ معناها ان النهارده محتاج قوه اقل، يبقى الانرجي كونسامشن بتاعي اقل. ده هيتطلب ان الجيت نفسها على ما وانت بتتحرك لازم كل ما قللت البيلو سبورت كل ما كان ايه؟ الطاقه المستخدمه اقل. دي هنعوزها بعد شويه. هنعوزها شويه في ال 6 جيت ديترمنت. هنعوزها بعد شويه في ال 6 جيت ديترمنت. من ضمن مكونات الجيت. فانت لو عارف الاساس ليه الاصل في الموضوع ده؟ ليه الاكثر ثباتا هيبقى اكثر استخداما للطاقه؟ ده قانون نيوتن الاول. طب ليه النهارده الكتله كل ما كبرت قوه هتبقى اكبر؟ لان الاف بتساوي الام في ايه؟ ليه النهارده واحنا ماشيين بنمشي انرجي كوست تكاد تكون معدومه؟ لان في حاجه اسمها الجوينت اكشن، كل فعل رد فعل مساوي لوقت المقدار وضد لوقت الاتجاه. الجوينت اكشن فورس محصله القوه بتاعه اللي انت عملت فيها والرد في الارض هي اللي هتبدا تحركك، وده هنشرحها دلوقتي. يبقى احنا بنتكلم كل اللي بتاكل على مدار السنتين بنترجمه مين؟ الجيت.
لما انت النهارده لو دخلت امتحان في شابتر في فصل الجيت بس مفيش مشكله، اسالك الابر ليمب والسوينج فيز والستانس فيز والروتيشن بتاع الابر ليمب واسالك تحت طول كل حاجه متاحه. الجيت هي كل حاجه. الجيت زي ما قلت المره اللي فاتت تقدر تشخص منها عيان. الجيت هي المين جول اوف ذا تريتمنت، هي الاساس في العلاج. انت هدفك في الاخر ان العيان يمشي كيب ات موف كيب ات لايف. يعني عيان كوشونت عايز يمشي، عيان لوبك بين عايز يمشي، عيان التوتال ني عايز يمشي، عيان الاس ال عايز يمشي، عيان الانكل سبرين عايز يمشي. انت بتعرف ان الراجل ده عنده وجع في الاربطه في الانكل ازاي؟ لما ماشي بزوق. يعني الراجل ماشي النهارده عنده وجع في رجله هتلاقيها مش طبيعيه. اي واحد عنده الم في اي مفصل هتلاقي في الطريق في التبعيه لما بتشوفه داخل مشيته مش طبيعيه، يبقى تقول هو عنده مشكله. يبقى من الجيت تقدر تقول شخص عيان، من الجيت تقدر لما الجيت شكلها يتحسن ويبقى نورمال جيت بدل، يبقى انت كده ايه؟ ده مؤشر انه اتحسن، لان التارجت بالنسبه لك انه يرجع يمشي كويس. لو المفصل مفيش فيه الم، لو المفصل الرباط الاربطه بتاعته ثابته، لو العضلات اللي بتحرك المفصل قويه، يعني كل نيور مصر وسيلز اللي هو الاشاره العصبيه وصله صح، الحركه هتبقى ماشيه ايه؟ طبيعيه وبتناوب. كده وصلنا احنا عايزين نوصل للجيت، ده الهدف من الجيت. يبقى قلنا كان الجيت ستانس وسوينج، ستانس فيز 60%، سوينج فيز 40%، ستانس فيز اسم لحاجتين، سن الليم سبورت، ولسه سن الليم سبورت اسم لحاجه ثانيه. يعني لسه لسه هنقسم بقى الجيت تاسك، لان احنا بنقلل الكلمه فانكشن. يبقى الجيت لسه هنقسم ثلاث حاجات ثانيين اللي هو لودنج ريسبونس او ويت اكسبتنس، وبعدين سنج ليم سبورت وليم ادفانسمنت. لسه هنقسمها تاني، وكل واحد اتقسم لتايتلز تاني من التايتلز دي، بس دي المرحله النهارده. بس عايزين نغطي الاول الكلام اللي اتكلمنا عليه. يبقى الجيت دلوقتي قسمناها سنج ليم اللي هو السوستانس فيز والسوينج فيز. الحاجات المطلوبه بالنسبه لنا اللي هي سترايد لينس، ستيب لينس، سترايد لينس، فوت انجل اللي هي 5 و7 درجات، البيدو سبورت، والبيدو سبورت مطلوب مننا نعرفه. كل ما كان نار كل ما كانت فرصه ان انت تتحرك اسرع. والنموذج الواضح بالنسبه لنا كلنا وبنشوفه راي عيان، لما بيجي الطفل وهو صغير اول ما يبدا يمشي بتلاقي رجليه بعيده عن بعضها ويبدا يمشي بالشكل ده صح؟ والواد بيدو سبورت وجسمه بيروح فين؟ يمين وشمال. كل ما يكبر شويه ايه اللي بيحصل؟ بيبدا وهو ماشي بالشكل ده كده مش بتلاقي جسمه بيطلع فوق وبينزل تحت، يبقى الفيرتيكال ديسبليسمنت ده موجود، الكفر بره ويرجع جوه ده مش موجود. مش بنشوف الكلام ده وهو ماشي، بنشوف الكلام ده ايه بعد شويه، يعني الكلام ده في اول سنه، يعني سنه ونص سنتين، لما يبدا من 3 لـ 4 بنلاقي الوضع ايه؟ اختلف، بنلاقي الخطوه بدات تبقى ايه؟ بعد كده يبدا يجي. كل ما كبر البيدو سبورت قلل، يبقى السرعه بتزيد. بعد شويه على 50 كده او 45 ل 50 بتلاقي الناس كلها تبدا ايه؟ خطوتها تبقى ايه؟ ابطا، والخطوه تبقى ابطا، والفليكشن اكستنشن اللي كان موجود في المفاصل بتاعت يعني العيال بيبقى يمشي كده طبيعي ويمشي طبيعي وبيمشي اسرع. يعني مثلا لو هيجي من الكليه لحد هنا ممكن يجيها مثلا في 10 دقائق، لو هو عنده 40 سنه او 15 دقيقه وعنده 20 سنه من 25 ل 40. لو جيت بقى بعد 40 لحد 50 لا هيجيها في 10 جاب 15. لو جيت حد فوق ال 60 هيجيها في 25 30 دقيقة. 25 30 دقيقة تعني ايه؟ دي بتترجم حاجة. ايه هي الترجمة اللي بتترجمها؟ كتلة البني آدم أو وزن البني آدم تقريبا شبه ثابت، يعني نلاقي ده بيزيد حاجات بسيطة 5 أو 6 كيلو. القوة بتساوي ايه؟ القوة بتساوي الايه؟ بتساوي الام في ايه؟ الايه هي الاكسلريشن. يبقى السرعة. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. طب المسافة دي ثابتة. المسافة دي مثلا 1000 متر. ال 1000 متر دي كنت بمشيها 15 دقيقة. عمت بمشيها في 20 دقيقة. عمت بمشيها في 25 دقيقة. دي معناها إيه؟ دي معناها إن السرعة بتاعتي بقت أبطأ. يبقى استخدام القوة بتاعي يزيد. وصلت يا شباب؟ يبقى لازم قوه اكتر، لازم مده قوه مده اكتر عشان انتج التارجت ده. وده بالنسبه لنا المعيار في كل حاجه تايم فاكتورز. يعني ايه تايم فاكتور؟ اللي هي القدره او الباور. الباور برضه مين؟ الباور بتساوي لو قلنا سرعه في كتله هيديك قوه، قوه في مسافه هيديك شغل، شغل على زمن يديك باور. وده التارجت. يعني انا النهارده نجاحك في علاج عيان
عشان تبقى دايما لغه الارقام. ليه مش هتدرس الديك؟ عشان انت في الاخر الفانكشنال تاسك او الفانكشنال اسسمنت بتاعك اللي هتقيس فيه تحسن العيان سواء خشونه في المفصل مغير عن غير مفصل عنده الم ظهر، هتلاقي كل الفانكشنال تيست معموله بمعيار مين؟ الجيت. يعني يقدر يمشي مثلا كم متر في 6 دقايق، يقدر يطلع كام دور في 6 دقايق. هتلاقي الاختبارات كلها كده 6 جيت تيرن، لا 6 ووك من تيست، يعني بيجيب حساب 6 دقايق ويقدر يمشي مسافه قد ايه. او ممكن اقولها بشكل تاني، انا والله المعيار بالنسبه لي كان بيطلع 3 ادوار سلم في 10 دقايق في اول الجلسات، بعد 6 جلسات هتطلع 10 ادوار في 7 دقايق، بعد 12 جلسه هتطلعهم في كام؟ في 5 دقايق وهكذا. فكل التايم ايه؟ يبقى الباور بتاعك، الباور دي بتعكس ايه؟ او القدره بتاعتك بتعكس ايه؟ بتعكس ان السرعه زادت. طب طالما السرعه زادت تعني ايه؟ ان القوه زادت هي بتاثر عليك. طب القوه زادت تعني ايه؟ ما كنت ثابته، كل اكشن رياكشن، يبقى قدره مفاصله على تحمل القوه دي بشكل معين. انا النهارده محصلت القوه على المفصل وانا ماشي بالطريقه دي زي ما حصلت القوه على المفصل وانا بمشي اسرع زي ما حصلتها وانا بجري، لا عمرها. طب انا المفصل بتاعي لو هو قوي وقادر، عضلاتي قويه وقادر، مش هي هتديني الباور ان انا اقدر اعمل. لو انا مش قادر هقدر اجري؟ طب انا النهارده لو المفصل فيه مشكله، الكارتج فيه مشكله، المنسكس فيه مشكله، الرباط الصليبي او الاتيل كوشي تيبلز في الركبه فيه مشكله، اقدر اخد خطوه مفاجاه او اخد خطوه سريعه؟ هيبقى صعب ان اخد اكشن سليم. لكن لو ده كله سليم اقدر خطوه طبيعيه الاول ووكج عادي، وبعد كده ازود السبيد بتاعت الووكج، وبعد كده هروي للجوجينج، وبعد كده اوصل لمين؟ للرننج. فالكلام ده هيوصل، ده هيعكس نورمال نيورو ماسكو سكيلتال سيستم. فلازم افهم المكونات بتاعتها، فلازم تبقى الركبه بتتحرك سليم، الانتي بتتحرك سليم، الهيب بتتحرك سليم، الجمبر سليم، الابر ديم سليم. يعني انا النهارده لو عندي مشكله في ايدي وايدي جنبي وانا بمشي الخطوه بتاعتي تبقى الخطوه طبيعيه، فايدي رجليها صح ماشي ده، بس هل شكل الخطوه طبيعي؟ لو انا النهارده راجل لا قدر الله في حادثه حصل امبيتيشن في الابر ليم استقبلت في ايدي، هتلاقي خطوته طبيعيه؟ شكل الخطوه والستار سيل والسويك تيست بتاعتها والفيرتيك ديسبيسمنت واللاتر ديسبيسمنت بتاع الخطوه بتاعها طبيعي، يبقى اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. والصوره النهائيه اللي بيظهرها مين؟ الجيت. الجيت بتظهرها اسسمنت، والجيت هي المين جول وبساوت كام بتاعتك. يعني انت النهارده بتعمل المخرجات بتاعتك، النهارده انت بتمتحن 10 مواد، ال 10 مواد دي في الاخر هتديك جي بي اي، جي بي اي اللي هو التقدير التراكمي بتاع كل المواد، تقدير الماده، تقدير الماده بيديك التقدير بتاع السنه، تقدير السنه بيديك التقدير التراكمي بتاع كل المواد. خلاصه القصه دي كلها بالنسبه لنا اللي هنشتغل معاها، التقدير بتاعك والتقييم بتاعك في نجاح ان انت جاي مثلا 3 بلس 3 ونص 4، ده المعيار، ده محصله مين؟ اداء كل المواد واداء كل الفصول الدراسيه كل السمستر اللي انت حددتها. هي نفس القصه جيت، الجيت في الاخر هي المخرج النهائي لكل الاداء الوظيفي لكل المفاصل كل العضلات. طب لو واحد النهارده عنده مشكله في عضله القلب هيقدر يمشي اسرع؟ واحد عنده مشكله في التنفس هيقدر يمشي كويس؟ واحد كان عنده حرق في رجله في الصاي بتاعه وعمل كونتراكشن وشورت في هامسترنج هيعرف يفرد ركود وهو ماشي؟ ركود مرتين هيعرف يفرد الركبه؟ ده حاجه في السكين بعيد عن المفصل خالص، ده في السكين بتاع الفخذ، فحصل كونتراكشن شورت في السكين والسيرك زانيه يجي يمشي ركبه بتمشي الاخر. طب ركبه ما اتفردتش مش هيقدر ياخد السيركوس بتاع مين؟ الجيت. يبقى جيت عصب شريان عضل كله بتعكسه، لو هو نورمال هتلاقي الجيت ايه؟ نورمال. وده التارجت بالنسبه لنا. يبقى الجيت ده البايوميكانكس جيت، الارثروس بيبقى جيت، كينيتكس هيب مي انت كود جيت، ده كله في الاخر جيت. الجيت ممكن استخدمها اسسمنت واستخدمها تريتمنت. الجيت ممكن استخدمها وسيله تقييم بمخرجات الاوت كام بتاعتي، ان انا النهارده عندي ده اتحسن ولا بسوء. الجيت هطلع لك ارقام تقدر تقول منها ان انت فعلا لما يجي عامل لك يورك التحسن بتاعه. طب انت عندك ارقام زي ما قلت قبل كده. العيان لو انت النهارده داخل لك مريض دكتور قلب بتديله دواء معين، او دكتور بطن بتديله دواء معين والسكر بتاعه كان 200، السكر بتاعه بقى 150 بعد خد الدواء باسبوع، يبقى ده تحسن ولا لا؟ طب انت بالنسبه لك هتقيس الكلام ده ازاي؟ الراجل جاي لك عنده خشونه خضرا، عنده الم في الانكل،
هتقيس الكلام بتاعك ومحركات التحصل بتاعتك ازاي؟ يعني هتقول له هقول لك انا احسن، طب احسن قد ايه؟ البين سبجكتيف، انت عاوز حاجه اوت كام صح؟ اللايف ماشي حلو، اللايف ستايل ده جزء سبجكتيف برضه. اللايف ستايل سبجكتيف، هو بيقول لك انا احسن، انا عاوز في الاخر رقم. عايز في الاخر رقم. الرقم اللي هو ايه؟ اقدر انفذ مهمه في زمن معين. اقسم المهمه في الزمن، انجاز المهمه في الزمن ده. طب ايه المهمه اللي بتشغل كل حاجه وتطلب كل حاجه سليمه وسهله بالنسبه لنا كلها وتشغل رؤيه العين المجرده؟ يمشي. انه يمشي. والله يمشي المسافه دي رايح جاي 10 مرات وشغل ستوب ووتش، يعني بس خلاص بعد العمود كده مثلا لو عياده مثلا عندك ستوب ووتش 100 متر. قول له امشي الطوله دي 10 مرات، ال 10 مرات دي 100 متر كام؟ ب 1000، يبقى مشي 1000 وشغلت ستوب ووتش من غير ما تقول له على حسب ما تقدر، حسب مقدرتك. والله انت مشيها في 10 دقايق لاول مره. بعد 6 جلسات تقول له امشي الطوله دي تاني 10 مرات. عاد مشيها في 7 دقايق، يبقى تحسب المقدار كام؟ 30%. ممكن بيمشي 1000 متر في 10 دقايق، عاد تمشي 1000 متر في كام؟ في 7 دقايق. هل ده حاجه يقدر يجيلها حد؟ الساعه هتجامل؟ طب بعد 12 جلسه عاد تمشيها في 5 دقايق، يبقى تحسن قد ايه؟ هو ده المعيار. ده المعيار. طب هو لو عنده وجع او انت بعد الجلسات بتاعتك حصل التهاب وارتشاح في الركبه نتيجه التمارين بتاعتك الغلط او التمرين بتاعك الغلط وركبته ورم، كان بيمشيها في 10 دقائق، جه يمشيها تاني بعد 6 جلسات قعد يمشيها في 15 دقيقه، يبقى انت اون ذا تراك ولا اون ذا تراك؟ انت مش غلط. الراجل كان بيمشي 1000 متر اللي هم 10 مرات كان بيمشيهم في كام؟ 10 دقائق، دلوقتي بيمشيهم في 15 دقيقه. يبقى انت ماشي في التراك السليم ولا التراك الغلط؟ يبقى البوصله بتاعتك التحسن مين؟ الجين. كنورمال كينماتكس اند جينيتكس ونورمال باور. بتنجز ده في قد ايه الوقت؟ يبقى دي الجين هيستخدمها في ده كله. من الجين اقدر احدد مشكله، لو عيان عنده مشكله في الظهر اقدر اشخصها من الجين. لو العيان عنده مشكله عصبيه تشخص من الجين. لو العيان عنده مشكله في اي مفصل من مفاصل الظهر تشخص من الجين. كل ده يتشخص من جيت، كل ده جيت شخصه من ضمن المكونات بتاعتك في التشخيص ومن ضمن الاهداف بتاعتك اللي بتعالجها عشان العيال يقول لك حاجه بتتحسن اللي هي اللايف ستايل او الحاجات بتاعتك، ومن ضمن الحاجات اللي تقيم كنت انت ماشي سليم ولا لا، او انت بتعمل العلاج صح ولا بتهدي. كل ده في الجيت. يبقى الجيت هي خلاصه العلاج الطبيعي. دي الارقام اللي كنا قلنا عليها يا ولاد المره اللي فاتت اللي هي مين؟ الستيب سترايت لينس كلها كامله 144 والستيب لينس 72 والستيب وايز 8 من 10 درجات، الفوت انجلز 5 من 7 درجات. بعد كده كنا دخلنا على حاجه اسمها مين؟ السكس جيت تنن، وقلنا هم 6 حاجات. اول حاجه فيهم اللي هو البيلت تنن اللي هو اب داون اللي هو فيرتيكال ديسبيسمنت اوف ذا بيلتس، يبقى البيلت طالع نازل. وقلنا المره اللي فاتت ان انا النهارده بالضبط الليم سبورت والهيل ده والهيل ده على الارض والدوس ده على الارض، ده اوضح حاجه يبدا هو بقى اوضح حاجه الوقت. طالما هو واطي او هو تحت الفيرتيكال ديسبليس تحت 5 سم ده النورمال، او اكتر من 5 اكتر يبقى اب نورمال، وبعد كده ديسبليس اب وورد 5 سم، يعني هو طالع نازل مقدار كام؟ 5 سم. ده اللي بيظبط ده الفيرتيكال ديسبيسمنت، ان البلفس طالع نازل طالع نازل اللي هو لفه التنتو زابيلتس. بعد كده خدنا وشرحناها ازاي بتحصل وقعدنا نشرح الكلام ده المره اللي فاتت. بعد كده البلفس روتيشن، قلنا البلفس النهارده لو انا النهارده ما عنديش روتيشن، لو انا النهارده برجل بتحرك على الارض، لو البرجل ده برجل بتحرك هيبقى الخطوه بتاعته طالع نازل فوق ده بسرعه. دي نقطه. النقطه الثانيه لما بتيجي تمشي بالبيلت روتيشن، كل مرة أنت بتمشي يترتب على ده إن الليج طول الخطوة بيزيد أوتوماتيك بعرض البيلتس. يعني أنا النهاردة أنا باخد الخطوة دلوقتي كده، خدت الخطوة بتاعتي كده أهو دلوقتي، الخطوة دي المسافة بين الكعب بتاعها بس هي طول المسافة بين الرجلين الاثنين، مش هي محصلة المسافة تحت، محصلة المسافة تحت، المسافة بين الرجلين، المسافة بين الرجلين الاثنين وطول المسافة بين الرجلين الاثنين نفسهم لو مش فوق ورجلين طول قصاد بعض هيبقى طول الخطوة
زي لما انا حطيت البلفس يبقى الروتيشن بتاع البلفس هيضيف المسافه بتاعت مين؟ عرض البلفس، او لو حسبناها حساب مثلثات الوتر والضلعين المسافه اللي هي العموديه دي هي المسافه الزياده على مين؟ على الستيبلنس. دي هتعني ان انا النهارده الستيبلنس بتاعتي لو هي 72 سم، لو هي 72 سم منها سي مثلا 50 سم هو المسافه بين مين؟ الرجلين نفسهم اللي بيعملها البلجه، ونضيف عليهم مين؟ 20 سم بتوع مين؟ الروتيشن بتاع البلجس. يبقى انا كده كل خطوه من الخطوات بتاعتي حوالي 30% جايه منين؟ من طولها من البلجس روتيشن. هيترتب على ده ايه؟ هيترتب على ده ان انا امشي 100 متر بعد كنت همشيهم مثلا في 20 خطوه، 20 خطوه همشيهم في كام؟ في 7. اقسم بقى دي هتبقى الخط بعد ما كان يبقى 20 عشان يبقى 50 سم، اقسم 100 على 70 او 72 هتجيب رقم، الرقم ده تقريبا هيبقى حوالي 15 قصور او 15 قصور، لان تقريبا ال 20 وال 70 حوالي التلت بالظبط، تلت ولا كام؟ هنقول اعتبر ان هو رقم بسيط، رقم سهل الحسبان. لو قلنا الستيب ليس 75 دول 150 متر، عشان امشيهم ب 50 سم، ب 50 سم اللي هم طول الخطوه نفسها محتاج كام خطوه؟ 20. طب انا النهارده لو ضفت ال 25 خط 25 سم اللي هم عرض البلجس اللي بيزيدوا في الستيب لينس، يبقى طول الخطوه هيبقى كام؟ 75. طول الخطوه احنا قلنا لما كانت 75 150 بقت 20. طب هي النهارده لو انا النهارده شلنا 25 بلجس ما بلجسش بقى طول الخطوه 50 سم، 150 متر على 50 بقت كام خطوه؟ 30 خطوه. يبقى البيزك روتيشن بيوفر معاك 30% تقريبا، تلت 30%. يبقى انا كل خطوه بالنسبه لي انا بمشي في الروتيشن بوفر 30% 30% زياده على طول الخطوه نتيجه البيزك روتيشن. وده تمنه ايه؟ تمنه ان انا اقدر امشي 150 متر ب 20 خطوه بدل كام؟ 30 خطوه. بعد كده همشيها بكام؟ ب 20. كل خطوه بنزين، والبنزين ده ايه؟ فلوس. مش ده اكل، والاكل كله بكام؟ بعد كده الرجل انا باخد الخطوه دلوقتي اهو، خدت الخطوه هي السترايك وتو اوف، باخد الخطوه النية بيحصل فيها فليكشن، الفليكشن بيعمل ايه؟ بيأثر الليم، لما أثر الليم يبقى كده عمل قلل الديسبليسمنت بتاع مين؟ البلفس. يعني النهارده رجلي ما بتتنيش، انا باخد الخطوه دي رجلي ما بتتنيش، الدروب ما بتتنيش هعمل ايه؟ خد خطوه هتبقى منين؟ من، إيه؟ من البلفس. ده واحد. النقطه الثانيه وانا بحرك الليم دي كلها عشان احركها بالهيب، بحرك طول قد ايه؟ طول الليم كله، طول الليم كله. لما جينا نحسب السي او ام، السي او ام مركز الصدر بتاع الليم عشان اجيب منه اللي هو الاكسترنال مومنت ارم، مش كنت بقول من نهايه البريك لحد الاكس روتيشن واضرب على 4 على 7 هيديني المسافه طول معين، الطول المعين ده اسمه اكسترنال مومنت ارم. يبقى كل لما كانت طويله كل ما الاكسترنال مومنت ارم كان طويل، وبالتبعيه الانترنال الاكسترنال فورس هتبقى كبيره، وعشان تحرك اكسترنال فورس كبيره يبقى محتاج انترنال فورس اكبر. يبقى الفورس اللي هستخدمها عشان احرك الليب وهي مفروده اكتر من الفورس اللي هستخدمها عشان احرك الرجل وهي ايه؟ متنيه. يبقى الفريكشن ليم، الفريكشن مين؟ بيأثر الليم فيأثر الاكسترنال مومنت ارم. النقطه دي اول نقطه، اول نقطه، وبالتالي هيقلل الفيرتيكال ديسبليسمنت، وبالتالي هيقلل طول الليم، وبالتالي هيقلل الاكسترنال مومنت ارم، وبالتالي هيقلل الاكسترنال فورس، هيقلل الانترنال فورس، هيقلل الليم كونسبشن. يبقى انت هتمشي بايه؟ بين شيئين. دي اول نقطه، ده مين؟ النيت فريكشن. اللي بعدها الانتي ميكانيزم، الانتي ميكانيزم او الانتي استراتيجي صحيح. بس الانتي استراتيجي ان انا بنزل على الانتي نفسه، الانتي بيشتغل شوك ابزوربر، الانتي بيشتغل انتي حاجه اسمها انتي روجر، والانتي روجر ثلاثه كونفيكس. يعني انا نزلت دلوقتي بالشكل ده كده الكالتينيس ايه؟ كونفيكس. اللاين اوف جرافيتي جاي فين؟ او جوينت الاكشن فورس جاي قدام، فانا بتنقل اوتوماتيك بالشكل ده، وهنشرح ده دلوقتي. لما اتنقل بالشكل ده دلوقتي انا في الكرسي، فباليوترا جاي من قدام لورا اوتوماتيك باي انرشيا الفصول الذاتي،
قلنا الجيت انت بترمي وزنك وتمسكه، ترمي وزنك وتمسكه، ترمي وزنك وتمسكه، اللي ترميه الرميه تكون سنتر، واللي بيمسك سنتر. دايما الاعلى انرجي كونسامشن مين؟ يكون سنتر، والاقل الايزومتريك والاسنتريك. عشان كده اكثر عضلات الجيت اسنتريك، اكثر عضلات اكثر عضلات مستخدمه تبقى ايزومتريك واسنتريك، عشان كنترول اكثر منك عشان تعمل ايه؟ تجنريت فورس. الماسلز اللي بتشتغل كجنريتور فورس جنريتورز هم ثلاث مجموعات اساسيات. ايه هما؟ الكاف ماسلز ب 65%، الهيب فليكشن 25%، المين اكستنسور 8%. ده المينز لو قسمناهم 100%. يبقى الانكل نفسه هيخليك تمشي بالطريقه دي، وهنتكلم على الانكل استراتيجي دلوقتي تاني بالتفصيل تاني للمره الثالثه والرابعه. ماشي؟ عشان تنزل، بعد لما تنزل على الهيب يبقى ترمي وزنك، بعد كده تروح على مين؟ الفوت نفسها، التيلس تبقى كونفليكس، بعد كده الفيرتيكال التيبيا بتبقى فيرتيكال على التيلس، يبقى التيلس نفسها كونفليكس، بعد كده تروح من مين؟ من نيوترال تو دورسي، من نيوترال من نيوترال بوزيشن انت رايح لبلانتر فليكشن. البلانتر فليكشن هيخليك تبقى مين؟ التوز نفسها او الفور فوت بتاعتك هتبقى كونفليكس، يعني الصوابع بتاعتك هتبقى كونفليكس. يبقى انت كده اكنك مشيت على نص كوره. مشيت على نص كوره، يبقى انت النهارده بتتحرك على شيء كونفليكس زي بالطريقه دي، زي دي كده مثلا، عليها من قدام لورا زي ركبه. فانت كده ماشي من قدام لورا، بتنزل بتطلع كده، انت نازل على الكعب بقى كونفليكس. قبل ما الكونفليكس دي تنتهي التيرس تبقى كونفليكس، يبقى انت كونفليكس تاني ببلاش. هتنزل لسه قبل تنزل التوز الميتاتارسال هيتس تبقى عباره عن مين؟ كونفليكس ثالثه. يبقى انت تنزل على طول تروح لمين؟ لبلانتر فيليشن بدون ايه؟ انرجي كونسامشن، جاست ان انت الكاف ماسل شغاله ايزومتريك عشان تحافظ على التيبيا بشكل معين، تيبيا ادفانسمنت بشكل معين، يوم الريك ما تروحش، يوم الريك تروح فين؟ في اكستنشن، وبعد كده تروح في فليكشن اوتوماتيك. ده الفور فوت. بعد كده قلنا حته البيز سبورت، كل انت ما كنت واقف على قاعده كبيره كل ما كنت انت ايه؟ صعوبة ان انت تتحرك هتبقى كبيرة. دي معناها، معناها ايه؟ معناها النهارده الطفل اللي واقف على واقف بالشكل ده كده بيستخدم انرجي اكبر عشان يبقى اكثر ثباتا، يبقى اكثر ثباتا. النقطة التانية الديسبليسمنت بتاع السيو ام جوه وبره لاترال وفوق وتحت عنيف، فتحس الخطوة وعمال فوق تحت فوق تحت بره وجوه، فده كل ده انرجي كونسامشن، كل ده طاقة مستخدمة، كل ده بس ده في الأول. بعد شوية عشان ده يكون مظبوط يتطلب إن البني آدم نفسه، إن البني آدم نفسه يبقى واقف على بيزو سبورت ضيق. فده ربنا عمل لنا مين؟ الفسيولوجيكال فالجم. الفسيولوجيكال فالجم يخلي إن الرجلين بتوع المسافة بين الرجلين بتوع العيان اللي هما ستيب وايز كام؟ 8 ل 10 سم. كل ما زادت ستيب وايز كل ما كان مين؟ الاصابات اعلى، وبالتبعيه الفرص المستخدمه عشان يتحرك البني ادم والانرجي كوست اللي هتستخدمك عشان العضلات تشتغل وتبدا تشيل جسمك وتنقلك من مكان لمكان هتبقى ايه؟ اكبر. انتوا فاهمين ولا مبلمين ليه كده؟ مبلمين ليه كده؟ فاهمين ولا لا؟ مش حاسس. فاهمين ولا لا؟ يبقى تاني صورة فيها كام نقطة؟ أول نقطة إن البني آدم نفسه أوطى نقطتين تاني الدبل ليم سبورت، أعلى نقطة البني آدم فيها مين؟ سجل ليم سبورت. تيجي تاني الدبل ليم سبورت تاني بتبدأ برجل إيه؟ ده وده الأول، ده الأعلى سجل ليم سبورت هنا هو الأعلى. دي تعني إيه؟ هيبقى عندك حاجه اسمها بوتنشال انرجي وكينيتيك انرجي. زي قلنا لما واحد يبقى في الدور الخامس ويقع وواحد في الدور الثاني يقع، كل ما كنت انت اعلى كل ما كانت البوتنشال انرجي ايه؟ اعلى. فالطاقه اللي موجوده اللي فيك تنزل لوحدك عشان تنزل هتبقى اعلى. كل ما كنت اوطى كل ما انت نازل من فوق لتحت، العربيه طالعه هطلع الصعوبه انها تطلع. طب وهي نازله سهله جدا نزولها بقى اعلى كينيتك انرجي هتبقى مين؟ تحت. يبقى الاعلى كينيتك انرجي هيبقى فين؟ في الدبل ليم سبورت كينيتك. طب اعلى بوتنشال سنتر ليم سبورت. طب انا النهارده عاوز اطلع الجسم فوق واطلع الليم
والاثنين بقوا تحت. ده جسمي نزل تحت كل هو الوقت ورجلي لتحت. انا عاوز اطلع دي واطلع ده عشان اطلع البوتنشال انرجي ان انا بطلع ده كله فوق اللي هو سنجل ليج سبورت ده كله باي انرجي. الكسور ازاي؟ ده جايب مين؟ بانرجي كوست. يبقى الليمب لوحدها بتكلف طاقه الجسم كله. صحيح يا جماعه؟ الساعه 8 يا جماعه. انا كده بالشكل ده بالمنظر ده اهو بالمنظر ده الاثنين تحت. انا عايز اطلع ده واجيب ده من ورا احطه قدام. اجيب ده من ورا واحطه قدام ده هيبقى مين؟ ليم ادفانسمنت. ليم ادفانسمنت. الليم ادفانسمنت يبقى انت محتاج مين؟ كونسنت. ففي الحركه دي هيبقى فيه لوس فليكشن اي فليكشن دي فليكشن هيك. لكن هنا انا هاجي ده دوس انفليكشن نزلت في السلايد ابدا اروح نيوترال. بعد كده اروح من دوس انفليكشن خلاص بس ده في الركبه الثانيه شويه حميتها عليك. بعد كده اتفرجت وقفت عليك واحد. بعد كده اروح ثاني فين؟ اتقلبت رجلي بقى هطلع بقى من نيوترال تو دوس. من نيوترال تو دوس ده انا جاي ورحت من فليكشن لي هيب سبستنشن هيب. والني كان فيها 10 درجات فليكشن 15 درجات فليكشن 5 درجات فليكشن راحت كومبليت اكستنشن. ده كله باي ايه؟ باي انرجي. في نفس الوقت ده انا خلاص بقى توقف وهي ده نزل. تبدا دي تعيد نفس السيناريو اللي كان هنا. دي تبدا تبقى مين؟ فوت فلات وتبدا تبقى فيرتيكال وانكل نفسه يتحول من نيوترال. تيجي بقى كده اخد بقى دي تاني. دي الليم ده هتاخد بقى نفس التقسيم. انا خدت كده اهي دي بالشكل ده كده. روح بقى بالطريقه دي. هاجي كومبليت سنجل ليم سبورت. بعد كده وانا اهو بالظبط ده هينزل الارض تو اوف دبل ليم. يبقى رجلي بقى خلاص بقت ورا بقت ورا عشان اجيبها بقى تو اوف. عشان اعمل التو اوف واطلع من فوق لازم اعمل بقى مين؟ ليم ادفانسمنت اللي هو مين؟ دورسي فليكشن مين؟ فليكشن مين؟ وهكذا. تعمل ايه وما تعملش نفس السيناريو عمال يتكرر على الاثنين عشان توصل الخطوط ده. نعم حاضر. خلي قالوا اي حاجه الكينيتيك بوتنشال انرجي كام؟ انا النهارده عربيه طالعه مطر الصعوبة تطلع عشان اخدها من تحت اطلعها فوق عشان اشيل الكرسي ده من تحت احطه فوق ده اصعب ولا انزله ولا من فوق لتحت؟ لان انا هطلع الكرسي ده وطلعت طلع ده اسمها بوتنشال انرجي. يبقى انا النهارده بالنسبه لي دبل ليم سبورت الاثنين تحت ده الاعلى كينيتيك انرجي الاسرع. العربيه نازله منزل اسرع اقصى سرعه عليها فين؟ في نهايه المنزل تحت. نهايه المنزل فين؟ دبل ليم سبورت. وابدا بقى اطلع. ما هو ده الاثنين بقوا تحت انا كده تحت نزلت 5 سم. انا اقصر وضع ان البني ادم هو ماشي وكعب رجله ورجله وطوابع رجله على الارض اللي هو دبل ليم سبورت. بعد كده انا عاوز ايه؟ اطوله. طب اطوله دي بقى ورا عاوز اجيبها من ورا اطلعها قدام وكده ارفع البلفس من تحت اطلعه فوق. اعلى مكان فيه هو فين؟ السنج ليم سبورت. سيبي لبس سبورت ده ايه بالظبط؟ دي طلعت يعني كانت دي تحت هنا ودي كانت فين؟ تحت. فاهمين قصدي ازاي؟ دي بقى هتبدا دي هنا هيجي الويب بالشكل ده كده يقوم ده تطلع لفوق وده اجيبه من تحت اطلعه فوق عشان اعمل مين؟ الماكسيمم بوتنشال انرجي. يعني اطلع الانفس فوق اطلع السي او ام اعلى نقطه ليه؟ اعلى نقطه ليه فين؟ في السنج اللي سبورت. هيبقى فليكشن دي فليكشن هيبقى هنا وده مين؟ سيرجي ليم سبورت والبيلتس كده. البيلتس بتاعته بقى كانت تلت، يعني البيلتس هو بالشكل ده سيرجي ليم سبورت وبيلتس كده. وقلنا البيلتس كده معناها ايه؟ معناها ان انا قربت السي او ام من البيلتس سبورت. ده هيقلل مين؟ هيقلل الاكسترنال مومنت ار بتاع وزن الجسم هيقلل الانترنال فورس اللي طالعه منين؟ من الابداكتور عشان الفليكشن ما يكون كبير.
لكن لو فضل في مكانه يعني الرجل ما سقطش هيبدا السو ام هنا تلاقي نفسك مش متسق. فدلوقتي ركز في الحاجه المفروض اللي بتحصل دي عشان تعمل ايه؟ ديسبليس السو ام بتاعك يبقى قريب للبيز سبورت اللي هو عند ادم واحده فبالتبعيه قال مين؟ الاكسترنال مومنت ار فبالتبعيه قال الاكسترنال فورسز المطلوبه اللي هي الوزن نفسه محاصصه القوه نفسها فالفورس المطلوب عشان تمسك عشان ما يوقعش البني ادم تبقى ايه؟ قليل. يبقى تنزل لو ما بيحصلش ليه اللفه الكت ده اللي هم 2 سم يمين و2 سم شمال 2 سم يمين و2 سم شمال 5 سم فوق و5 سم تحت يبقى البوتنشال انرجي تاني انا رجالي الاثنين اهو مع بعض كده هي ايه؟ تحت انا عاوز اطلع دي واطلع دي اطلع دي لوحدها بالويت قلنا خمس اسداس وزن الجسم الناحيه ودي جايه منين؟ من الفصول الثابت دي انا بجيبها من تحت اطلعها فوق وابدا انزلهم تاني الاثنين فاهمين يا اولاد؟ وابدا انزلها تاني ما هي دي كانت عاليه دي كانت واطيه فاهميني؟ كده واطيه ودي واطيه كده اثنين دي هتبدا تطلع لفوق ودي تطلع بقى الاثنين ايه؟ اعلى اعلى وضع اعلى بوتنشال انرجي الاثنين اعلى ابدا بقى دي هتبدا تنزل ودي تبدا ايه؟ رجعت ورا تبدا تنزل الاثنين بعد كده دي تيجي بقى تطلع فوق تاني بايه؟ باي بوتنشال تطلع لوحدها باي انرجي ودي تيجي بقى مين؟ بالليف ادفانسمنت وهكذا كل خطوه يبقى انا تاني دي اهي ودي اهي الاثنين تحت دي انا عاوز اطلعها لما اطلع دي عشان دي فيها سدس وزن الجسم خمس واربع وثلاث وثلثين يعني اربع اساس تطلع بمين؟ باي انيرشن ودي سدس اطلعه بمين؟ باي كونسنتريك كونتراكشن يعني ايه اكسنتريك واجوبيتك فانا مش بص قليله واطلع دي بقى فوق بقى الاثنين اعلى حاجه كده الاثنين اعلى حاجه يعني ده رقم اعلى حاجه بالنسبه لي هو سيمبل سبورت يبدا تيجي كده تنزل وده ينزل يبقى الريفرنس ينزل يبقى تو اوف هنا التو اوف اللي هنا والانيشال كونتاكت هنا ده كده نزلت مين؟ وده عن 5% من الايه؟ ابدا تاني اروح المنظر ده ودي ثابت الارض عند السنجل ليف سبورت بقى دي فليكشن هي فليكشن دي بقى اعلى هنا وهنا ده الماكسيموم وده هيبقى المسح وكلش انرجي وده عن كام؟ 30 و80 30 و80 عن 30 30 عن 30% من الجيت لو الجيت ثانية أو الجيت 100 ثانية عن الثانية رقم 5 هيبقى ده اللي سبورت ده أعلى أوضح حاجة وده الأعلى ثبات وده الأعلى كينيتيك انرجي هبدأ أقول بالظبط أهو شوف كده ده طلع من الارض بقيت سنجل ليمت دي علت ودي علت بس دي علت مين؟ بكونسنتر كونتراكشن ودي علت بمين؟ بوتنشال انرجي بوتنشال لكن مسموح بالانرجي بالانرجي بالقصور الثابت دي علت بالقصور الثابت ودي علت بطاقه مبذوله من الجسم خلاص دي فوق ودي كده هنا هبدا انزل بقى بيه دي هتبدا تنزل اكستنشن هتبدا تنزل بقيت هنا مين؟ مين؟ سترايك تو اوف وصلت تاني طب الليب سبورت التانية عن 55 سنة لو اعتبرنا 55 مليون جيج ابدأ تاني هروح اهو بقى كده كنت فلات سنج الليب سبورت بقيت سنج الليب سبورت عيني التاني عن 80% من جيج تبدأ تنزل تاني وهكذا اطلع وانزل بس لما بطلع الوزن الكبير بطلعه فين؟ باي انرشي الوزن القليل بيها ما بتوصلش. حد قرا الكلام ده؟ صحيح يا ابو ما تسسنا خير وقتك
اقرأ بدل عشان مو نادر عشان تقول تكلم علي. مش الناس بيقول لك نوب انه جاي. ما ينفعش يعني تعذب، انا جاي تعالج مش جاي تعذب. ممنوع. ده محاضرة المرة اللي فاتت خلصناها؟ مين يا جماعة النهاردة؟ مين يا جماعة فيهم حاجة من الهوم مسج بتاعت اللي كنا بنقول؟ مصطفى قول لي فهمت ايه؟ اه فهمت ايه من السلايد؟ هنرجع نقسمها كلها تاني نحطهم الاثنين على بعض بقى جيت سايكل. الجيت سايكل هتتقسم لثلاثة تصف. التصف الأول هو صح يا أستاذ أنا شايف ومركز صح. تبقى لك الناس يبقى تاني الجيت قلنا ستانس وشوينج بعد كده كلها اسمها جيت سايكل. الجيت سايكل تاني ستانس السوينج على بعض هنقسمهم لثلاثة مين؟ ثلاثة تاسك. التاسك الأول هيبقى ويت اكسبتنس، التاسك الثاني سند الليم سبورت، التاسك الثالث ليم ادفانسمنت. يبقى الجيت دي كده كاملة. هنبدأ بقى نقسمها ستانس وسوينج. خلاص ده خلاص كانت تقسيمة بدائية قوي. احنا بالنسبة لنا يهمنا التقييم بتاعنا إن العين يقدر يقف على رجل واحدة، ده اللي هنعمله في العيادة الطبية بتاعنا. إن العين يقدر يجيب إيد رجله من ورا يطلعها لقدام تمام؟ إن العين هو بينزل ده وده يكونوا مظبوطين صح اللي هو الويت اكسبتنس. يبقى الويت اكسبتنس ده ويبدأ يعمل لودنج ريسبونس ده تكتم صح. يعني يبدأ يجي من رجلين الاثنين لرجل واحدة ده أول واحدة دي أول اسمها الويت اكسبتنس. يعني دي كده وقفت على رجل واحدة اسمها الويت اكسبتنس. بعد كده يقف على رجل واحده اسمها سنجل ليم سبورت. بعد كده يجيب وهو في اللقطه دي في اللقطه دي اللي هو سنجل ليم سبورت دي هتبدا تروح لورا ودي بقت ورا. انا عاوز اجيب دي من قدام ارجعها ورا واجيب اللي ورا اطلعها فين؟ قدام. يجيب اللي ورا اطلعها قدام اسمها ليم ادفانسمنت. ليم ادفانسمنت وارجع تاني اجيب اللي راحت ورا اطلعها قدام اعمل ايه بقى؟ يبقى مكونات ثلاث حاجات. الحاجات اللي بتكون انيشال لودنج او لودنج ريسبونس وبعد كده سنجل ليم سبورت. بعد كده هيبقى مين؟ ويت اكسبتنس سنجل ليم سبورت ليم ادفانسمنت. ليم ادفانسمنت لما اجيب الرجل من ورا اطلعها فين؟ اجيبها من ورا شدها عشان ارميها فين؟ قدام اسمها ليم ادفانسمنت. هي قدام الاثنين قدام كده اللي قدام الليم سبورت وجاي تاخد الويت عشان تبدا تستقبل الويت اسمها ويت اكسبتنس. بعد كده ويت اكسبتنس بعد كده لما يقف على رجل واحده سنج الليم سبورت يبدا بقى دي كانت ورا جت عشان تبدا تنزل كده يبدا ده يطلع نهايه دي ودي دي بتدي يعني قبل ده ما ينط الارض وده بيطلع من التوز التو ريز او هي ريز الناحيه دي وهي سترايد الناحيه دي هي نيشن كونتاكت دي هتبقى ويت اكسبتنس بتاع الرجل الثانيه هو نهايه مين؟ السنجل ليم سبورت. بعد كده بري سوينج ميد سوينج تيرمينال سوينج وبعدين كده اللي هم الاربع مكونات بتوع الليم ادفانسمنت. يبقى الفيز بتاعت الجيت تاني هتقسم لثلاثه خاص. التاسك الاولاني ان ازاي الرجلين او الرجل بتستقبل الويت اسمها ويت اكسبتنس. بعد كده بس بعد ما تستقبل الويت تقف على رجل واحده اسمها سنجل ليم سبورت. بعد لما تجيب رجلك بقى في الوقت ده كده تبقى ورا عاوز تجيب الورا بتطلعه قدام في حته اوفر لاب بين الاثنين. اجيب الرجل من ورا اطلعها قدام اسمها مين؟ ليم ادفانسمنت. ليم ادفانسمنت دي اسمهم الثلاثه جيت الثلاثه تاسك اوف ذا جيت. الثلاثه تاسك اوف ذا جيت ويت اكسبتنس. الويت اكسبتنس هيتكون من حاجتين ايه هما الحاجتين؟ واحد انيشال كونتاكت. شايفين الانيشال كونتاكت لما بدا يحط رجله هنا ده فين؟ ده هنا وده هنا. دي اللقطه بتاعت مين؟ الدبل ليم سبورت. دي اللقطه بتاعت مين؟ الدبل ليم سبورت. دي الحته بتاعت مين؟ الويت اكسبتنس. الويت اكسبتنس واحد كعب
وتولز. اللي هي اول خطوه خالص اللي هي اقل حاجه مين؟ اعلى حاجه كينيتك انرجي واقل حاجه بوتنشال انرجي. انت عايزها كنترول. بعد كده الويت بدا يقابل الارض. اول ما يقابل الارض اهم حاجه مطلوبه ايه المطلوب؟ شوك ابزوربشن، يعني حاجه بتنزل على الارض. يبقى وهي بتنزل كده اهم حاجه مطلوبه ايه اللي يحصل؟ يحصل شوك ابزوربشن. شوك ابزوربشن بيحصل عن طريق حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ البرونيشن بتاع الفيك والفليكشن بتاع النيل. يبقى الفيرست شوك ابزوربشن هو الكاف ماسل، والسكند النيل فليكشن. يبقى اول حاجتين هيمصوا الصدمه مين؟ البرونيشن بتاع الفيك، لان البرونيشن بتاع الفيك هيحط الفوت فين؟ في دورس ايفيرشن، لان الويت نازل فين؟ لاترال. نزوله لاترال هيخلي الليم لما الويت ينزل لاترال نازل على الكعب كده وبره ليها هيخليها اوتوماتيك باي ذا ويت باي ذا باي انيرشيا تروح فين؟ في ايفيرشن ابداكشن. خلاص انت نزلت الويت تبدا بقى تروح مين؟ فيرتيكال اللي هو لودنج ريسبونس. يبقى هيرس انيشال كونتاكت اللي هو هيرس سترايك والتو اوف هنا الاثنين الدبل ليم دي كده. بعد كده هيبقى مين؟ انيشال كونتاكت. انيشال كونتاكت معناها ايه؟ خلاص الرجل الثانيه بتشيل من على الارض خلاص تو اوف الرجل الثانيه وبدا يحصل مين؟ الفوت فلات. فوت فلات يعني اللي هو اللودنج ريسبونس. الفوت فلات معناها ايه؟ اللود بقى اتنقل من ايه؟ بعد ما كان قدام اللاين كان هنا بدا يرجع ورا النيل. الركبه هنا كانت هناك مفروده بدا يبقى فيها كام درجه فليكشن. الفليكشن اللي جه ايه؟ جه عشان البرونيشنز عمل انترنال تيبيا وفيبر. اصلا الفيبر المفروض عشان الركبه عشان تبقى مفروده اللي بيحصل اكسترنال تيبيا انترنال فيبر. لما عملت البرونيشنز عمل انترنال تيبيا فعمل مين؟ الفليكشن خمس درجات بتوع مين؟ النيل. بدات الركبه بدل ما كانت مفروده تبقى العض في بعضه يبقى في كمان ايه؟ في سيستم. فيبقى اللودنج ريسبونس اهم حاجه بالنسبه لك ان الجسم يستقبل الارض يبقى ثابت. ما انت دلوقتي ضابط ليه سبورت ثابت، اول ما يقابل الارض يبقى ثابت نازل بثبات وبعد كده ينزل بايه؟ بهدوء ما يحصلش جولة الاكشن عالي. ده هيعملوا حاجتين وانت نازل دبل ليب سبورت التو اوف وانيشال كونتاكت هنا افضل حاجه منين؟ في الفيرتيكال ديسبليسمنت والاعلى كريتيك ايرش. النقطه الثانيه طالما انت اوطى كل ما قربت من البيت سبورت مش كل ما كنت اكثر ثباتا كل ما بعدت لفوق اقل ثباتا فانت كده اكثر ثباتا. النقطه الثانيه اول ما نزلت على الارض اول ما نزلت على الارض بالكعب جيت ده بالانتي استراتيجي اللي هنتكلم عنها دلوقتي هي دي نص الكالتينيوس كونفكس. عملت الروتر بتاع الانكل بقيت فيرتيكال. فيرتيكال تيبيا فيرتيكال على مين؟ على التيلس. التيلس كونفكس هروح اوتوماتيك الويت اللاين اوف جرافيتي راح فين؟ كان قدام ولاترال بقى ورا. يبقى انا جيت بمين؟ الوصول الزاجي. انا جيت بالليف ده كده جيت بالوصول الزاجي ورجلي ورا. بقيت دي هاخد كيبي من ورا قدام فليك دورس فليكشن فليكشن مين؟ فليكشن هيب. بقيت سيبني ليب سبورت سيبني ليب سبورت ابدا بقى انهي هي هيب هي ريس من ورا هي بتاع اليمين هي ريس. لما هو يبدا ينس يبدا ريس اكستنشن هي كونتاكت بقيت كده تاني تو اوف بتاع اليمين والهيل والانيشال كونتاكت بتاع مين؟ الشمال وزه تاني بقى ويت اكسبتنس تاني بس خاصه بمين؟ بالشمال. اروح فوت فلات فوت فلات او لودنج ريسبونس. اللودنج ريسبونس لما تيجي تحمل لودنج ريسبونس مطلوب منك ايه؟ اول ما تقابل الارض واحد شوك ابزوربشن في الانيشال لودنج مطلوب ثبات. ثبات انت رجليك اتنين على الارض يبقى وايد بيد سبورت مطلوب الفيرتيكال ديسبليسمنت قليل بعيد ثاني. تيجي بقى انيشال لودنج او لودنج ريسبونس انت عايز ايه؟ تتحمل. لما تقابل الارض محتاج تبقى ايه؟ صفر ما تبقاش هارد والا هتلاقي الديسبليسمنت اكشن رياكشن هتلاقي الدنيا صعب فتبقى البورنيتد فيك سوفت فيك تبقى مش شوك ابزوربشن. البورنيتد فيك بتابعها او الميكانكس بتاعت الفود نفسها دورس ايفيرشن ابداكشن
بيحصل معاها كورنيشن. الكورنيشن معاها مين؟ انترنال تيبيا. الانترنال تيبيا يعمل ايه؟ ان لوكينج اوسانيل. يبقى اللود ينزل، الكود نفسها سوفت والني سوفت، الاثنين يعملوا مين؟ شوك ابزوربشن للودنج ريسبونس. يبقى اثناء التحميل في مصر الصلوات زي المساعدين بتوع العربيه، يبقى ما يبقاش ما يحصلش جدا. الكلام ده يبان قوي لو شفت واحده ماشيه بكعب عالي. لما تبقى ماشيه بكعب عالي الكعب مرفوع كده صح؟ لو ماشيه كده في هيل سترايك؟ مفيش هيل سترايك. طالما مفيش هيل سترايك مفيش دورس فليكشن. طالما مفيش دورس فليكشن يبقى مفيش ايه؟ مفيش برونيشن. مفيش برونيشن مفيش انترنال تيبيا. يبقى لا المي ولا الاكل هيموت. هتبص تلاقيها ماشيه جسمها ماشي، فتلاقي جسمها كله بيتحس ويمشي. عشان هي ضيعت مين؟ الحته بتاعت اللودنج ريسبونس او ويت اكسبتنس، ضيعت حاجتين وهي اقل ثباتا. هي اقل ثباتا لان التوز والهيل مش مهيئة. ما فيش حاجه مفيش تول وهيل نبتدي اغيب، يبقى هي اقل ثباتا. فمرصدها هي تتعرض للانتي انجري وباك بين ومشاكل دي كلها عاليه جدا. النقطه الثانيه الشوك ابزوربشن مش موجود، فتبص تلاقيها ماشيه كل كده مش ماشيه ماشيه بطبيعه ثانيه. دي مين؟ الويت اكسبتنس. نيجي بعدها سنجل ليب سبورت. السنجل ليب سبورت بتبقى حاجتين، الحاجه الاولانيه الميد ستانس والثانيه ديرمال ستانس. دول مكونات مين؟ السنجل ليب سبورت. السنجل ليب سبورت ده واقف على رجل واحده كده واقف على دي، وبعدها اجيب دي بقى الليب ادفانسمنت. دي بدايه الليب ادفانسمنت كده. انا سنجل واحد المين ستانس انا واقف عليه لوحده، وبعدين وانا واقف عليه لوحده كده دي بقى بتنزل على الارض، بدا يعيش الكونتاكت هنا والتو اوف هنا. بدايه دي اسمها تيرمينال ستانس. تبدا رجلي اليمين تسيب الارض تيرمينال ستانس يا تو اوف. انا هنا ده هيل ريز، ده الهيل ريز هنا وليش الكونتاكت هنا، ده تيرمينال ستانس. تيجي المرحله اللي بعدها بقى الليب ادفانسمنت، فيها بري سوينج تيرمينال سوينج تيرمينال سوينج بري سوينج ميد سوينج تيرمينال سوينج. يبقى البري سوينج تبع مين؟ تبع هو والميد ستانس الاثنين اسمهم ليب ادفانسمنت. اول ده اول حاجه في الليب ادفانسمنت. يبقى الليب ادفانس فيها البري سوينج، بعد كده الميد سوينج نيشن سوينج، بعد كده الميد سوينج، بعد كده تيرمينال سوينج. يبقى الليب ادفانس فيها اربعه، فيها اربعه نيشن سوينج ميد سوينج تيرمينال سوينج. دول اللي هما مين؟ ستان سوينج فيس، وفيها واحده من نهايه ستانس فيس اللي هي كانت عباره عن مين؟ بري سوينج. الميد سوينج الميد ستانس والترمينال ستانس دول مين؟ سنجل ليب سبورت. اللودنج ريسبونس والبليشر كونتاكت واللودنج ريسبونس اسمهم ويت مين؟ ويت اكسبتنس. يبقى التاسك نقسمهم تاني ويت اكسبتنس. مجرد ما كعبك يبدا يربط الارض وصوابع رجلك على الارض اسمها مين؟ ويت اكسبتنس. ده انيشال لودنج. بعد كده لودنج ريسبونس بقيت حامل على رجلك. مطلوب في دي ان الرجل تتني شويه، الفوت تبقى برونيتد تبقى شوك ابزوربر. مطلوب فيها مين؟ السبورت. اول ما تقابل الارض تبقى تنزل متزن. بعد ما تنزل متزن مفيش ويت ديستريبيوشن، مفيش فيتيكال ديسبيسمنت. وده اللي هيعمله مين؟ اللي هتعمله الفوت وتعمله مين؟ النيل عن طريق الشوك ابزوربر ميكانيزم. شوك ابزوربر ميكانيزم حاجتين، فيرست شوك ابزوربر اللي هما مين؟ الكاف ماسلز، والسكند الفليكشن بتاع النيل تقوم بالهامسترنج. بعد كده ميد ستانس انت واقف عليه لوحده، واقف عليه لوحده وانت واقف عليه لوحده بالشكل ده كده، رجلك جت من ورا لقدام، نزلت كعبك شال الارض تيرمينال ستانس، صوابعك بدات تسيب الارض بري سوينج بري سوينج والانيشال سوينج والميد سوينج والتيرمينال سوينج. دول اسمهم مين؟ ليب ادفانسمنت. يبقى 2 2 4 8 8 2
ثلاث اكسبتنس واثنين السنجل ليب سبورت واربعه فين؟ في الليب ادفانس. من الاخر احنا اي عيان بالنسبه لنا عايزه لما يبدا ينزل بالجيل بتاعه ينزل صح وياخد الخطوه صح. دي اول نقطه، اول تصف بالنسبه لنا. اول تصف بالنسبه لنا، يبقى اول تصف بالنسبه لي في اي عيان عاوز يمشي عاوز ياخد الهيل ده تو اوف هنا تكون موجوده، الهيل ريز هنا والريشة كنت كده يكونوا موجودين. ده عشان اعمل مين؟ ويت اكسبتنس. لما يقف على يبدا ياخد الويت اكسبتنس لازم في حاجتين مهمين، الفوت برونيك يبقى لازم يكون عندك نورمال انكل رينج اوف موشن. عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل دورسي انفيرجن ابدكشن فتبقى برونيك. البرونيك اوتوماتيك هيعمل ايه؟ انترنال تيبيا. فلازم الني يحصل فيها كومبليت اكستنشن ني. ما هو الاكستنشن دي اكستنشن اب اكسترنال روتيشن. فلازم الركبه تكون بتلف بتعمل الروتيشن بتاعها. يعني بتلف انترنال واكسترنال. وده هيجي ازاي؟ يبقى عندك لو هما الانترنال والاكسترنال اسوشيتد ويز نورمال اكستنشن نورمال ريفليكشن لان الركبه موديفايد هنج. يبقى لازم تكون بتتفرد للاخر وتبتدي على الاقل 90 درجه عشان تقدر تعمل نورمال جيت. يعني هو في 90 بتعمل روتيشن، قبل كده ما تقدرش تعمل روتيشن. يبقى انت اكستنشن فردت للاخر. وهي المفروض للاخر عشان تنزل هيلينج، لما تفرد للاخر ايه اللي هيحصل؟ لازم تفرد للاخر عشان تنزل لودنج ريسبونس. مش ده الانيشال لودنج؟ وبعدين انت لودنج ريسبونس؟ يبقى انيشال لودنج وبعدين لودنج ريسبونس. انيشال لودنج مفروض. اللودنج ريسبونس بقى اللي بيحصل بتبتدي. ليه بتبتدي؟ بتبتدي فرد الايه ترجع تبتدي خمس درجات عشان تعمل مين؟ شوك ابزوربشن. والثانيه بتاعتها مش اكتف، الثانيه بس مين اللي جابها؟ اللي جابها البرونيشن بتاع الفيت، لان الفيت هنا كان الدورسي. لما اللاين اوف الريف ينزل بالشكل ده خدها فين؟ في انفيرجن ابدكشن. فبالتبعيه عمل برونيشن، البرونيشن سوفت عمل انترنال تيبي، الانترنال تيبي فرد مين؟ ثاني الركبه. ايه اللي بتعمل؟ ويت اكسبتنس. يبقى الاثنين نزلوا على الارض، دي قدرت تستلم الارض وانت ثابت ودي مفروض، يبقى الركبه هنا مفروده والركبه هنا مفروده. يعني اللي ورا مفروده واللي قدام مفروده. بعد ما تعمل اللودنج ريسبونس تبدا الويب ينزل فيرتيكال على التيبيا، الفوت يبقى برونيشن والتيبيا فيرتيكال، يحصل مين؟ اكستنشن في فليكشن في النين وتبدا اللي ورا تفليكس. يبقى الاكستنشن بتاعي النين الاثنين مع بعض. وانا في اللودنج روتيشن كنت اللي هو الهيلينج ريسبونس هنا دي بتتفرق ودي مفروضه ورا عشان اقدر اطلع. وده ليه؟ لان لو الركبتين الاثنين ما اتفردوش للاخر رجلك هتقصر. فالفيرتيكال ديسبيسمنت لتحت هيبقى اعلى. تاني انا باخد دي كده ودي كده. لو رجلي دي ما اتفردتش كانت مبنيه كده مش جسمي ينزل اكتر. طب انا النهارده خلينا ورا دي متنيه ما طلعتش هتبقى دي ايه؟ ما اتفردتش للاخر. المسافه دي هتبقى اقصر ولا لا؟ يعني دي متنيه لازم دي تتفرد ودي تتفرد في الايش هنود بعد بعد كده انا عملت اللود ريسبونس حملت دي تبدا تتني ودي تتني. بس اللي عليها لودنج ريسبونس اللي عليها الويت اللي هي السيرت ستانس فيز هيبقى التاني بتاعها مين؟ باسيف باي انرشي. والليب ادفانسمنت اللي ورا هيبقى التاني مين؟ اكتر. يعني التاني هنا لازم تبتدي دي التاني دي بفلوس التاني دي ببلاش. يبقى التاني بتاع الاثنين بوقت واحد والفرد بتاع الاثنين بركبه وقت واحد. هنا دي دورس فليكشن وراح دورس بس راح ادوس مين؟ باي انيرشن. التيبا اللي بتتحرك على التيلس هنا دي لازم تعمل دورس عشان تقصر الليمب. بس الدورس هنا وزن الفوت بس. الدورس هنا وزن الليمب. الدورس هنا ببلاش. الدورس هنا بفلوس. اللي بعده بقيت بقيت عليه لوحده. لما اقف عليه لوحده خلاص البيلت ديسبيسمنت مين؟ لكن
يبقى قال لي مين؟ يكسرها وانت ارم خلاص. انزلت رجلي. جبت دي من ورا طلعتها قدام. اجيبها من ورا اطلعها قدام اسمها مين؟ ليف ادفانسمنت. اقف على رجل واحده سنجل ليف سبورت. اقابل الارض. روت اسيستنس. روت اسيستنس دي مفروده اللي هو الدبل ليف سبورت وبعدين مين؟ انيشال لوني. انيشال لوني بيبدا هنا شويه فليكشن خمس درجات جايين بس بتوع الجسم. وفين بيبدا فليكشن مين؟ مين؟ جاي اكل. هنا الفوت نفسها راح لدورس فليكشن لوحده ما ينقش. الفوت هنا راح دورس فليكشن عشان تأثر الليف. النيه راح فليكشن هنا خمس درجات عشان تعمل ايه؟ عشان تشوف ابزورب. النيه هنا بتعمل تقريبا 50 60 درجه فليكشن عشان تأثر الليف فتقلل الاكسترنال مومنت ارم. الهيب هنا كان فليكشن. الهيب هنا هيبدا يروح من فليكشن لاكستنشن. هنا بيعمل فليكشن من ورا يعمل فليكشن بيعمل فلوس. الفليكشن بتاع ده فلوس. الفليكشن بتعمل فليكشن لاكستنشن ده برضه كونسنتر. الوحيد اللي كونسنتر. عشان كده دايما بنقول اهم عضله تحافظ عليها شغاله عشان تحافظ على العيال ماشي مين؟ مش حاجه متعوضه. مفيش حاجه متعوضه. ويك اسماكس في صداعك مش حاجه متعوضه. يبقى هي في كفه واحده. اللور ليمب. بس حيطلع. ايه يا جماعه؟ اسمع يا جماعه. رسمها في صوره. الصوره جمعت اثنين. الفيرتيكال ديسبليسمنت واللاترال ديسبليسمنت. يبقى انت طالع فوق نازل من خمس درجات. يبقى انت اقصى طلوع ليك في مين؟ اعلى طول الاقوى طول ليك فين؟ شايفين الصوره؟ في السنجل ليف سبورت. اكثر لاترال ديسبليسمنت فين؟ في السنجل ليف سبورت. يا بابا اعلى نقطه ليك كده واعلى ديسبليسمنت ليك كده. ليه؟ عشان توقف عليك واحد. واقف على السوينج بتاعك لازم يقرب للفيديو سبورت بتاعك عشان يقلل مين؟ الاكسترنال مومنت ارم. فبالتالي يقلل الاكسترنال فورس اللي طالع معاك ويحافظ عليك هو في ثبات وغير طاقه كبيره. في الطابق اللي مسبورت كده ايه؟ انا بتكلم في الديسبليسمنت فيرتيكال ولاترال. الصوره ايه؟ قلت عليه في حاجه كده بعد لما شاف الصوره دي مش متخيل اللي بيحصل. في حاجه بعد الصوره دي مش متخيل اللي بيحصل. بيطلع فوق وينزل تحت. اوطى دي اوطى اوطى نقطه بالنسبه لك امتى؟ طب اللي مسبورت اللي هي عند كام؟ 5%. كام؟ 55. اعلى نقطه بالنسبه لك عند كام؟ اكتر لاترال ديسبيسمنت للليف فين؟ عند ال 80. لو سنجل ليف سبورت بتاعت الشمال وسنجل ليف سبورت بتاع مين؟ اليمين. يبقى دول الاعلى لاترال ديسبيسمنت وفيرتيكال ديسبيسمنت وبالتالي الاثنين الاعلى بوتنشال انرجي. اوطى نقطه اللي هي الدبل ليف سبورت اللي هي 5 و5 و 5 و55 ودول الاعلى كانت اسمها. Minimum kinetic energy is presented in mid stance. 30 وكام؟ 80. Maximum kinetic energy is reached double support 55. كده وصل؟ اللي بعده. الجسم ماشي بالطريقه دي. البرتقالي او اللون ده مين؟ kinetic energy. هي اعلى فين؟ البوتنشال انرجي على فين؟ كده وصلت؟ يبقى حد ما يعرفهاش بقى. في السؤال بتاع السؤال الكويز دلوقتي. فيرتيكال سبيس كام؟ 5 سم. لاترال سبيس كام؟ 4. 2 يمين 2 شمال فوق وتحت. يبقى انت ماشي بتطلع وتنزل 5 سم بره وجوه. في روتيشنز عشان يأثر يطول الليم. وفي دايناميك فالجر. الدايناميك فالجر عشان ينقلوا مين؟ الفيدو سبورت. يبقى دايناميك فالجر عشان ينقلوا الفيدو سبورت. الفيرتيكال ديسبيسمنت عشان ايه؟ يرفع الجسم فوق وينزله بالراحه. الدبل ليم سبورت وانت بتنزل كده انت تحت خالص. لازم دي مفروده ودي مفروده. ليه مفروده دي سين؟ عشان ما تطوش قوي وما يوقعش قوي. بعد كده
دي تبدا تبتدي عشان تقصر الليمت، ودي تبدا تبتدي عشان تشوف ابزورب زي انت قلت هيقرب الارض. بعد كده دي تتفرد سنجل ليف سبورت، تبدا تتفرد دي تيجي من ورا تيجي قدام، دي تفرد عشان تقف توقف ثابت. يبقى وانت واقف، واقف على العقل مش واقف على العضلات. انت واقف على العضلات تحتاج انرجي، واقف على العقل المفصل قافل مع بعض خلاص، مفيش حاجه، مفيش اكشن، مفيش لود على المفصل، مفيش فورس، مفيش انرجي كونسامشن. بعد كده اخد دي كده بالطريقه دي وابدا دي تنزل، لما دي تنزل دي تتفرد، دي تتفرد نفس القصه، يبدا ينزل وبعد كده يبدا يقطع ينزل يقطع وهكذا الخطوه الثانيه. ده كله بيحدث كل خطوه احنا بناخدها. عمر ما هتفكر في هذا الكلام. بتفكر امتى؟ لما يجي العين يتعب، لما تقابلنا مشكله. البيزك فانكشن واحد، يهمك تبقى اب وور اب رايت ستابيلتي، محتاج ابريسيف فورس عشان ابريشن فورس عشان تنقلك من تحتك من تحت تطلعك فوق، بعد كنترول، بعد كده شوك ابزوربشن، بعد كده انرجي كونسبشن. دي الاساس ان انت تقدر تقف سبورتد، تقدر تولد طاقه عشان تتحرك وتبص الى مدى انت خدت جسم رفعت وتقدر تكنترول وانا نازل. دي الاثنين الثالثة والرابعة. الثانية والثالثة، الرابعة بقى انرجي كونسامشن. انت تعمل الكلام ده ببلاش، تعمل الكلام ده ببلاش لما بتكون الويت بتاع الليب كل الجسم كله اللي هو 5 أضعاف وزن الجسم. دي بتكون مين؟ باي انيرشيا. لما بتكون الليب لوحدها الادفانسمنت بيكون مين؟ الليب لوحدها. يبقى الادفانسمنت ليب ده انرجي بيستخدم كده الكونسامشن. الانيرشيا اللي هو الليب نفسه كامل، ويت الجسم كامل، والسنجل ليب سبورت او الستانس فيز كلها بتتم مين؟ بينرشيا. استابيلتي، قلنا عشان نحافظ على الاستابيلتي يبقى لازم انت واقف بهذا الشكل، لازم البيزو سبورت يكون ايه؟ سيو ام في نص البيزو سبورت، يبقى انت كده ستيبل. لو وقفت على رجل واحده يبدا يشفت ناحيه البيزو سبورت، وده لا اتكلمنا عنه. البروبيشن بتاعنا، البروبيشن بتاعنا المعيار فيه الانكل ميكانيزم او الانكل روكر. الانكل روكر قلنا هي كونفكس، تيل كونفكس، ترانسفيرسال كونفكس. بس في حاجه لما تيجي تشوف اللودنج ريسبونس في الصوره بتاعت الفوت والانكل اللي كانت موجوده في شابتر الفوت والانكل، اللود بيجي لاترال عند الكالكينيوس ويطلع لاترال وبعد كده يروح فين؟ ميديال. ليه بتنقل بالشكل ده؟ بتنقل بالشكل ده كده لان انت لما يبدا اللود يتنقل ميديال الفوت هتروح اوتوماتيك فين؟ في البلانتر انفيرجن ادكشن. يبقى انت تروح بلانتر فين؟ والكاف ماسل جاست كنترول. وانت نازل الانتيبيرس انتيريور بتعمل دورس انفيكشن بتكنترول وانت نازل. لكن يعني بتعمل من ورا عشان تجيبك بتعمل دورس. تيجي وانت نازل هي بتكنترول اسنتك عشان الرجل ما تقعش مره واحده. لو واحد النهارده ما عنده دروب فوت هتبص تاني فوت فلات او دروب فوت. بعد كده اللود اتنقل، ده البروجيشن بتاع اللود، وده ان انت ماشي على نص كور كعب التيلس الترانسفيرسال جوينتس او الهيب بتاعت الميتاتارسال جوينتس. والاطول مين؟ الفيرس والسكند، والاخر الفورس والفيرس. فاللود اتنقل من بره يروح فين؟ جوه. لما يتنقل من بره، لما يبقى بره يعمل برونيشن، لما يبقى جوه يعمل سوبرنيشن. طب انت عاوز السوبرنيشن امتى؟ في البروفيشن او البروفيشن بتاع الجيم. عاوز البروفيشن امتى؟ في الويت اكسبتنس عشان تعمل مين؟ شوف ابزوربشن. يبقى نص السطح هو بتقابل الارض وانت بتطلع من الارض. لو جيت تطلع، لو انت بتطلع هيد ريس كعبك على الارض والفوت بتاعتك مش مقفول وقع، انت نفسك بتعمل ايه؟ لكن هي بتبقى ناشفه فتزقك وبزق على طول ما يحصلش منها مين؟ لوس او ميس في الانرجي بتاعتك. فتقدر بطاقه بسيطه جدا تاخد الخطوه. ده ثلاثه روكرز انكلز الكالكينيوس. بعد كده الانكل روكر اللي هو التيلس. بعد كده ده الانكل روكر. بعد كده الفور فوت مين؟ روكر. يبقى ده النص ده اللي بيتحرك عليه. الشوك ابزوربشن، شوك ابزوربشن عن طريق حاجتين. فين الشوك ابزوربشن؟ اللي هو البرونيشن او زفيت، وده الكاف ماسل. والبرونيشن بتاع الكيك هو اللي بيعمل انلوكينج تو زميل، وده اللي بيعمل ايه؟
فليكشن، فتبقى السكند شوك ابزوربشن از هامسترينج مصر. انرجي كونسومشن او كونسومشن توفير الطاقه، وده احنا يعني عدتها وزدتها ولا ايه؟ ولا 70 80 مره. العضلات اللي شغاله عندي مينلي 65% من الكونسومشن مين؟ كهرباء. 25 انفليكشن، 8% كوادريسبس. ورقه وقلم اكتب عليها اسمك،